بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، شوطنا السادس انطلق قبل قليل بفعاليات منافساته وبالأعداد التي بدأت تتزايد في هذا الشوط. بدأت تتعدى الأعداد ما يقارب 105 من الأسماء المتواجدة والمنطلقة في مجريات شوطنا المنطلق لفئة القعدان مع سن اللقاية وهذا الملتقى الجميل. نبدأ مباشرة مع المركز الأول لنتابع على الصدارة المجازف راشد بن علي بن خليفة الرميثي، مقدم لنا شعار على المركز الأول. ثاني المراكز التواجد مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء من المركز الثاني وانطلاقة وتواجد الطاير راشد بن عبد الله بن عيسى آل سند المسيفري، يتواجد شعار على المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الأيمن نتابع شعار أبو شريدة على ثاني التحديات بانطلاقة أو على ثالث المراكز، وتابع من تصل إلى المركز الثاني بهذه اللحظات تقدم وصول شاهين سالم محمد بن خيرة العزيزي على الأول العزيزي على المركز الثاني. المركز الثالث يتقدم مشاهدي الكرام ويتواجد حفظنا الكريم بهذه الانطلاقة بهذا التقدم شاهين محمد بن علي بن مبخوت المنهالي. المركز الرابع رابع المراكز، وتابع مشاهدي الكرام شاهين محمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيم. المركز الخامس الباد صالح بن حمد بن صالح بوشريدة على المركز الخامس. هذه هي الأسماء المتواجدة، هذه الشعارات المنطلقة والعودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة لأتابع مقدمة هذا الشوط وانطلاقة أول المراكز. مع هذه الانطلاقة الجميلة مع تواجد المقدمة يتواجد المجازف راشد بن علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي على المركز الأول. المركز الثاني التواجد مشاهدينا الكرام من قبل شاهين عبد الله بن محمد بن مسلم المحرمي على المركز الثاني يحمل الرقم 95. المركز الثالث وتابع مشاهدينا الكرام شاهين محمد بن ناصر الجفالي النعيمي يتقدم شعار على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع حمل رقم 98 شاهين لسالم بن محمد بن خيره بن عبد الله العزيزي. والمركز الخامس يتواجد مشاهدي الكرام مرهب لصالح بن ناصر بن صالح القيثاني المري على خامس التحديات. هذا هو النداء الثاني للاسماء الخمسه الاولى المتواجده. بدات الامور تتغير ما بين المراكز من حضور الشعارات من حضور الاداء الكبير والمنافسة الأخوية مع الأرضية ميدان التحدي. الله، هذا التحدي الذي نشهد على أرضية ميدان الشحاني. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة لأتابع مجريات الشوط التي بدأت تتغير مع تغيير المراكز مع تغيير الشعارات وتغيير الأسماء. ينطلق لأول نداء مع الصدارة، يتواجد شايم محمد بن جمعة بن عبد الله القفلي على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل مرعب لسالم بن راشد محمد النيادي. والمركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل شاهين سلطان بن عبد الرحمن بغانم الهديفي يتواجد شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع مشاهدينا الكرام من يحمل الرقم 100 وصل الوافي علي بن سالم بن مكتوم المحرمي على المركز الرابع. المركز الخامس وتابع مشاهدينا الكرام وتابع وصول الاسماء وصول الشعارات والقادم حامل الرقم 101 وصل مشاهدينا الكرام مربح علي بن محسن بن محمد الوهيبي على المركز الخامس. هذه الاسماء هذه الشعارات وكل نداء اتابع الاسماء الخمسه الاولى تتغير بالنداء وتتغير بالمراكز المتقدمه. اعود الى المركز الاول وجائزه هذا الشوط يوكن ستيشن جيمس ايضا هي الجائزه المقدمه لمن سيحظى على اول المراكز. المركز الاول والصداره يتواجد شايم على المقدمة، شايم مع الناموس، شايم مع التتويج، شايم ما زال مسيطر على مجريات الشوط. تعود
يعود ملكية شايم للمهندس محمد بن جمعة بن عبد الله الغفلي. إذا هذا شعار المهندس حمد بن بطل الغفلي، هذا هو شعار طيف. مع تقدم الشعارات يتواجد شعارك المهندس ليحضر في أشواط القوة، في أشواط التميز. المركز الثاني يتواجد شعار هديفي على المركز الثاني مع تقدم شاهين سلطان بن عبد الرحمن بن غانم. الهديفي على المركز الثاني. الكيلومتر الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام، التقدم من قبل مربع علي بن محسن بن محمد الوهيبي والقادم والواصل بهذه اللحظات عالي. محمد بن حبروت السلطان الاكتبي بدا عالي، يتقدم مع الصدارة، ينطلق مع الناموس مع التتويج. المركز الثاني وصل دابان هادي بن سالم بن راشد مع المركز الثاني بهذه اللحظات، أو هذا الواصل جهرس على المركز الأول. غير مجريات الشوط، صقر بن سالم بن محمد العامري على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني الله يمغادر مغادر وصل علي بن راشد بن علي الكتبي على المركز الثاني. شعار الديفي على المركز الثالث، ولكن ما زالت الصدارة، ما زالت المقدمة مع جهرس. جهرس جهرس يطرق أجراس الناموس يبال الزعفران على الراس. هذا هو جهرس على المركز الأول على الصدارة على المقدمة مع الناموس مع التتويج. صقر بن سالم بن محمد العامري، ولكن يا سلام وصل بهذه اللحظات مفدع عامر بن حميد بن عامر العامري ليغير موازين هذا الشوط لينطلق إلى السيارة. وسلام وتحية لأبناء السلطنة على هذا الفوز المستحق. وصلنا باللحظات الأخيرة هذا الشعار، ووصلنا مفدع لعامر بن حميد بن عامر العمري العمري له الثانية وله الناموس المركز الثاني. وصل جهرس يصقر بن سالم بن محمد العامري المركز الثالث. كان الوصول مشاهدينا الكرام قبل شيء سلطان بن عبد الرحمن الهديف المركز الرابع. وصل حفلنا الكريم على رابع المراكز مغادر لعلي بن راشد بن علي الكتيبي المركز الخامس. كان الوصول من قبل الفارس لمحمد بن خلفاء بن سالم الأقفلي. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا هذه المنافسة التي دارت ما بين الأسماء ما بين الشعارات في شوط تجاوزت أعداده ما يقارب 105 في أيضا شوط الانغضاض. توقيت الزمن لحظة وصول 7:44 وخمس أجزاء من الثانية. الثانية والتبريكات، الثانية والتبريكات نزفها لمالك. لمالك مفدع عامر بن حميد بن عامر العمري على هذا الوزن مساق المركز الثاني. كان الوصول مشاهدي الكرام من قبل ثاني المراكز جهرس. توقيت الزمن 7:45 الزمن الثاني. الثاني والتبريكات نزفها لصقر بن سالم بن محمد العامري المركز الثالث. كان الوصول حفلنا الكريم من قبل شاهين. توقيت الزمن 7:46 من الثانية. الثانية والتبريكات نزفها لمالك لسلطان بن عبد الرحمن الهديفي على هذا الفوز.